بشكل على كبير. ذكر النواقص، انت عندك الماتش الجاي طارق حامد ايقاف امام طلائع الجيش بسبب علاء. تراكم، لا ومحمود طارق علاء حامد كمان. ومحمود علاء كمان، لكن بتكلم عن طارق حامد بالتحديد لانه يعني بنتكلم فكره مفيش بديل في المكان ده في نادي الزمالك. شايف مين اللي ممكن يعوض غيابه امام طلائع الجيش؟ طارق حامد، ما هو دي مشكلة كبيرة. ما هو خلينا نتفق ان الزمالك كان واحد من المشاكل اللي كان بيقابلها مع كارتيرون اصلا، بعيدا عن المشاكل الفنية التانية، هو جايب واحد مؤثر زي طارق حامد ملوش بديل، زي ما زيزو ملوش بديل، زي ما امام عاشور النهارده الزمالك بيعاني بسبب شيكابالا، راجل 37 سنة دلوقتي ولا 36 سنة وغيابه باين وهو جدا. بديل وغيابه باين جدا. دي النقطة اللي احنا بنتكلم عليها، عشان كده بقول لك فيريرا قد ايه هو الراجل في حاجات اشتغل عليها، زي ما رجع لك امام عاشور، شفت قيمة لامام عاشور في الست سبع ماتشات اللي فاتوا ما كنتش بتشوفها قبل كده. زيزو نفس الكلام، يعني ابتدى ينفجر معاه، هو كان منفجر طبعا وكل حاجة، ولكن شفت بعد تاني شوية من زيزو حتى تحديدا في الضربات الثابتة يركز عليها. ايجابي بيهدف الراجل ده، شغل الراجل بيبتدي يشتغل عليه وعمل فيه طفرة كبيرة جدا في حاجات كتير. بس النواقص اللي عندك دي مش ما ينفعش تتحل في نص الموسم بالنسبة لي، خاصة ان انت اي مدرب في العالم بيجي على فرقة في نص الموسم هيجي يقول لك ما عنديش الوقت ان انا ابتدي اشرب اللعيبة او احفظ اللعيبة طرق جديدة او او حاجات جديدة او طريقة جديدة اعرف العب بيها في كل مباراة كل 3 ايام، صعب جدا. فانت اللي بيعمله فيريرا ما ينفعش يبتدي تحاسب عليه، بالعكس حاسبه من بداية من الموسم الجاي، لما اديله الموسم الجاي واديله فترة اعداد بفترة انتقالات يعرف يعمل فيه حاجه، ولو الحساب برضه هيبقى بحساب لان الراجل هيبقى بفتره انتقاليه واحده. وزي ما بيقول جوهري وانا متفق معاه تماما، الزمالك محتاج 3 فترات انتقاليه مع فيريرا عشان يبتدي تحكم على الراجل ده بشكل صح، لان انت بمنتهى البساطه انت معدي فترتين انتقالات ما جبتش فيهم لعيب، دي مشكله كبيره. والفرقه اصلا من بعد ما خدت الدوري محتاج لعيب. هو بقى تكمل على كلام ايمن، انت قبل اساسا الفترتين الانتقال دول الزمالك كان عايز لعيب، بدليل ان انت جبت شبانه، جبت عمر كمال عبد الواحد، وكان لسه عندك نواقص. يعني نادي الزمالك ما اتحركتش في بقيه اللعيبه عشان مشكله تقصير. سريعا كده معايا وقت اقل من 20 ثانيه، انت الزمالك محتاج بكرايت، محتاج حارس مرمى مع احترامي يعني، محتاج مدافع او اثنين مدافعين، لا محتاج يعني حارس مرمى. مين موجود على الساحه؟ لا الزمالك كان عنده محمد صبحي، الزمالك كان عنده جنش. كان وعندك دلوقتي عواد وعندك ابو جبل. لو كان انت محتاج تجيب حد على عواد، معلش عواد مش مقنع لاي مدير فني بيبقى موجود، وويج كبير يعني مرتبه كبير جدا، مرتبه كبير جدا. ابو جبل ما جددش لغايه دلوقتي و